باقية هي الموصل، الحدباء، أم الربيعين، تزهو دائما في كل الفصول. في هذا اليوم كان الملتقى الدولي الأول للشعر العربي الذي أقامته مجموعة من المؤسسات مثل كلية الحدباء، الجامعة، واتحاد الأدباء والكتاب في الموصل. الحقيقة حضر عدد كبير من الشعراء العرب والشعراء العراقيين إلى هذه القاعة الجميلة لتزهو بأجمل القصائد. خطوات متواصلة في البناء الأدبي الذي يوازي البناء العمراني لعودة الموصل إلى الحياة مرة ثانية، لتقول للعالم أن نينوى وأن الموصل لا تموت أبدا على مر التاريخ. والله أنا شفت نينوى، يا نينوى يا قرة العيون، يا زهرة البيبون، يا جنة أحبها ذنون، فدا لساحليك المال والبنون، لا تحزني لا تغمض الجفون فنحن عائدون. فأنا لما جيت على الموصل، أنا زوجت هوني بالموصل، زوجت بس مرت سامر رأية ما مصلاوية، زوجت بالموصل، فعندي ذكريات كثيرة، خدمت بمدرسة ضباط صف المشات. فالحمد لله أنا جيت للموصل ودهشت لهذه العمائر التي نهضت. يعني فعلا أنا سويت فيلم وثائقي اسمه الموصل، الحدباء والعنقاء، فعلا هي نهضت من جديد وجف الفرات وماتت أرض كنا قبل نسكنها. لا أعتقد أن سنسكن هذه الأرض ونقيم فيها، وهذه مدينة أبونا سيدنا يونس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كلوا من اليقطين فإنها شجرة أخي يونس. شكرا لمنظمي الملتقى الأول للشعر العربي في الموصل الجميلة، شكرا على حسن التنظيم، على حسن الضيافة، جميل جدا أن نلتقي هنا ونتكلم ونقرأ شعرا ونتبادل التجارب الشعرية الإبداعية. حضور متميز لبعض الشعراء، لكل الشعراء فعلا حضور جميل جدا، يعني من حيث الإلقاء والكلمة الجميلة، أهلاء الكلمة الجميلة. الحمد لله أنني سعدت باستعادة هذه المدينة العريقة كل أصالتها وحركتها في الثقافة العربية، وتواجب مع العمران البنياني، عمران إنساني وثقافي وشعري. وهذا المهرجان يعيد ذكريات الموصل لأيام مهرجاناتها الكبيرة، ويعطينا أمل في القادم إن شاء الله. الحقيقة مدينة الموصل، هذه المدينة العريقة التي مغلة في التاريخ، اعتادت على أن تكون مدينة دائما مدينة مدنية تحتضن كثير من النشاطات الفنية والثقافية والأدبية، فليس بالغريب أن يكون هكذا ملتقى دولي للشعر بمستوى عالي من الرقي أن تحتضن هذه المدينة بما تمتلكه هذه المدينة من مقومات. هذا جانب. والجانب الآخر، مدينة الموصل الحقيقة مرت بظروف صعبة، هذه الظروف التي كانت بأشد القسوة على هذه المدينة. الآن المدينة تحاول أن تنزع هذا الثوب القاسي لكي تظهر بحقيقتها مدينة عريقة، مدينة مدنية تحتضن الإبداع، تحتضن العلماء، تحتضن كل شيء جميل، تحاول قدر الإمكان أن تكون حاضرة بين المدن العالم المهمة. لذلك هذا المهرجان الشعري الذي يشارك فيه اليوم في هذا الصباح شعراء من الوطن العربي وشعراء عراقيين وشعراء من مدينة الموصل، أعتقد هو تظاهرة مهمة وستسجل عبر تاريخ طويل بأنها تظاهرة مهمة وتظاهرة شعرية تتحمل الوقوف عليها حتى على مستوى الدراسات العلمية والثقافية والأدبية.